اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، والعفو عند الحساب. ونسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة،
وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادد والتراب وحدنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم فك قيد أسرانا يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتمنعه من الشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.